مشاهدينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج روح الشعب. معاكم الإعلامي خالد الزيني، سعيد جدا بوجودي معاكم في الحلقة الثانية من برنامج روح الشعب. معانا النهاردة عدد من المواضيع المهمة. أول موضوع معانا النهاردة لاعب النادي الأهلي حسين الشحات واللاعب محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز أمام النائب العام بعد واقعة الاعتداء بعد تقدم الشيبي ببلاغ ضد اللاعب. صحيفة سكاي نيوز تصرح بأن نص العقوبة حال بلوغ القضية إلى المحكمة. بتقول البلاغ، نص البلاغ كالآتي: تقدم اللاعب محمد الشيبي قائلا بأن لاعب الأهلي حسين الشحات تقدم بالاعتداء عليه بالضرب والسب بعد انتهاء المباراة التي جمعت الأهلي وبيراميدز في 23 يوليو الماضي على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة الجديدة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز. والشيبي شدد على أنه لجأ القانون لثقته في استرداد حقه من جانب القضاء المصري، والمحامي قام بتقديم الفيديو الذي رصد الواقعة واللي بيدل عليها، وقررت النيابة بانتداب خبير فني لفحص الفيديو المقدم من الشيبي، ووكلت الشرطة بالتحري عن الواقعة، وكمان استدعت الشهود وأوضحت التقارير بأن هذه الواقعة وفقا لتقدير المحكمة تصل للحبس، ووفقا للفقرة الأولى من المادة 242 بقانون العقوبات، والمادة بتنص كالتالي: إذا لم يبلغ التعدي بالضرب أو الجرح درجة الجسامة يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بالتعويض المادي. ده كيف ده يحصل وإزاي؟ عايز أعرف فين اتحاد الكرة من كل ده، وإزاي الشيبي بيروح للمحكمة؟ أين اتحاد الكرة المصري؟ وأين اللجنة المنظمة؟ وإزاي لاعب يروح يشتكي لاعب في النيابة؟ يبقى كده أي لاعب ينضرب داخل الملعب يروح يرفع دعوى قضائية في المحكمة، أو اللاعب ما يكونش راضي عن عقوبة اللاعب، أو إن اللاعب التاني ما يكونش راضي عن عقوبة اللاعب التاني لأن اللاعب التاني ما خدش الكارت الأحمر، فكده يروح يشتكيه عادي يعني. ما هي دي الفكرة اللي بنقدمها، ان اي لاعب دلوقتي هيقلل من قيمة الدوري المصري. هنا في لجنة منظمة وهنا في الاتحاد المصري، ولازم اللجنة المنظمة تاخد قرار ضد محمد الشيبي اللي رفع دعوى قضائية على حسين الشحات، ولازم اللجنة المنظمة تشطب اللاعب عشان يكون في افضل دوري، ولازم اللاعب يتعاقب. احنا كده هنحبس كل اللعيبة ومش هيبقى فيه عندنا دوري مصري، لان اصلا الحكم دوره في المباراة يدير مجرياتها، واللي يخالف الاوامر يتعاقب، ودور مراقب المباراة ان اي شيء يحدث خارج المباراة او بعد انتهاء المباراة يدونه ويقدمه للجنة المنظمة واتحاد الكرة، ويتم وضع العقاب المناسب، مش عشان يروح يتقدم ببلاغ للنيابة العامة. اللي بيحصل ده والله تهريج يا جماعة. مش بقول كده علشان حسين الشحات، ده الراجل بذات نفسه اعترف بانه غلطان وناديه عاقبه والاتحاد عاقبه. ما ينفعش تروح النهاردة وتشتكيه قدام النائب العام. الاتحاد المصري واللجنة المنظمة كده لا قيمة لهما. خلاص، ما هو اللاعب راح واشتكى لاعب علشان جام بالضرب او الاعتداء عليه. في لجنة منظمة لازم تاخد القرار، فلازم اللجنة المنظمة والاتحاد المصري لكرة القدم ياخد خطوة ضد اللاعب محمد الشيبي. هو مش جاي يلعب في الشارع يعني علشان لو حد ضربه او سبه يروح يقدم بلاغ ضده امام النائب العام؟ ده انت بتلعب في دوري كان من اقوى دوريات المنطقة واقدمهم، وياريت رسالتي تكون وصلت. تاني موضوع معانا النهاردة، وهو ان
اللاعب احمد فتوح بنسبه 80% وقع للنادي الاهلي حسب مصادرنا الخاصه، وده خبر هيفرح كتير من جماهير القلعه الحمراء وهيزعل كتير من جماهير القلعه البيضاء. والموضوع الثاني واللي هنتكلم فيه عنه بكل قوه ومصداقيه وهي الاسعار الجنونيه اللي بنشوفها امامنا كل يوم واجب، وبحب اقول للناس تطمن الاسعار هتنزل نزول رهيب، وان شاء الله كيلو الرز هينزل نزول رهيب، وطبعا ارتفاع السجاير هينزل نزول رهيب، والمواطن هيشعر بالراحة ان شاء الله. ان شاء الله الاسعار هتنزل في نهاية شهر اغسطس. ونطلع فاصل اعلاني ونجيلكم مرة اخرى. الموضوع الثالث معانا النهاردة وطبعا هو تأجيل سن الزواج لدى الفتيات المراهقات، وبيدخل المجتمع وإحنا لازم نشجعهم على التركيز في التعليم وتحقيق أهدافهم قبل الزواج. وطبعا الموضوع يعد تحولا مهم جدا في المجتمعات اللي بتعتمد على تقاليد الزواج المبكر، لأن التعليم الناجح والتحصيل الأكاديمي العالي أولوية البنات. وطبعا الدراسات بتوضح ان التعليم له دور حاسم في تأجيل سن الزواج لدى الفتيات المراهقات. احنا ما بنقولش كلام من عندنا، ده التعليم اللي بيأكد لنا الكلام ده، لان لما بنستثمر البنات في التعليم بتزداد فرصتهم في النجاح الأكاديمي ويبقى ليهم مكانة مرموقة داخل المجتمع وبيتحقق أحلامهم المهنية، وبكده هيكون عندهم رؤية أوسع للمستقبل وهنديهم فرصة أكبر لتحقيق الاستقلالية الشخصية والمالية. وهنا ما بنقصدش ان البنت تنعزل عن ابوها وامها، لا، انا اقصد انها تبقى ذاتها شخصية في بيتها وتجيب المال علشان تشعر بيه وهي بتصرفه. ما النهاردة والله بنلاقي الطفل صغير ماسك في ايده 200 جنيه ورايح يشتري كيلو رز، افترضنا وقعت ال 200 جنيه، ما هو طفل لو ام ذات شخصية استقلالية ومالية مش هتعمل كده، ده ممكن تقوم مشاكل عائلية بسبب موضوع تافه علاجه احنا بنوجهه للمجتمع والمجتمع مش متقبله. يا جماعة التعليم بيساعد البنت على انها تكون صاحبة مسؤولية وعمل، مش بنت عندها 18 او 19 او 20 او 20 سنة ويجي لها العريس من هنا تروح امها تقول لها تقول لك واحدة وارتحنا منها. والله حرفيا ده اللي بيحصل، حرام عليكم، ده انتوا بكده هتدمروا البلد وهتدمروا نفسكم وهتاخدوا البلد في سكتكم. التعليم ثم التعليم ثم التعليم، والأم أو الأب اللي يقولوا غير كده بيبقى عندهم عايزين الضرر لبناتهم. ومعانا مكالمة داخلية ومعانا مكالمة هاتفية للشيخ محمود حسن الواعظ الديني. اهلا بيك يا مولانا. اهلا ومرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرتك عايزين رأيك في وجهة نظر الدين في موضوع الزواج المبكر وحرمان البنات من التعليم. اولا نحن لا رأي لنا، انما القول قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. ونعم بالله. مبدئيا في اقل من نصف دقيقه رغب الله سبحانه وتعالى في الزواج حيث قال: وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليه. ونعم بالله. وكذا نبينا كما في حديث عبد الله بن مسعود المتفق عليه حيث قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس بن مالك المتفق عليه أيضا: لكني أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقوله في الحديث المشهور الصحيح: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة.
حديث في مسند الإمام أحمد. فلا شك أن المبادرة للزواج شيء مهم، خاصة في أيام الفتن التي نحياها، ولكن بضوابط. تسمعني يا أستاذنا؟ يا عم الشيخ، ولكن البنت النهاردة مش بتبقى ذاتها مسؤولية استقلالية في المجتمع. دعني أكمل لك ثم بعد ذلك تقرر. تمام. المبادرة في الزواج حث الشارع عليها، وكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعصمة للشباب والفتيات من الوقوع في الزلل، والواقع خير شاهد. تمام؟ تمام يا عم الشيخ. أما عن حرمان البنت من الدراسة بحجة الزواج، هذا افتئات على حقها، ولكن المسألة فيها تفصيل لكل ذي عينين لمن درس فقه الشريعة الإسلامية. أولا، لا حق للوالد أن يمنع ابنته من إكمال علمها إن كان يملك ذلك، لقول النبي: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وقوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، والأحاديث كثيرة في الترغيب في طلب العلم. وأيضا ليس من حق الأب أو الولي أن يمنع ابنته من الزواج بحجة إكمال التعليم. المسألة فيها تفصيل. في بنت تريد أن تتعلم وفي نفس الوقت تريد أن تتزوج لتعصم نفسها من الفتن، وهذه الفطرة الصحيحة، لأنه إذا رد خاطبا وقع في حظر في قول نبينا: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فلا حق للوالد أن يمنع ابنته من إكمال تعليمها بحجة الزواج، وأيضا لا يجوز له أن يمنعه أن يمنعها من الزواج بحجة إكمال تعليمها، أن يبغي لها الدنيا. يا عم الشيخ، تفضل. إحنا نتحدث عن استقلالية البنت، وإن التعليم بيحبز عقلها بالفكر أكثر. إذا تحدثت عن هذا فيكفينا أن نذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوصى بالإحسان إلى البنات، فقال: من كان له ثلاثة من الإناث أو ثلاثة بنات يؤدبهن ويرحمهن ويكلفهن أو يكفلهن وجبت له الجنة البتة. قيل: يا رسول الله، وإن كانت اثنتين؟ قال: وإن كانت اثنتين. قال: وإن كانت واحدة؟ قال: وإن كانت واحدة. وقوله: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أو يضيع من يقول. تمام. إجبارها على أنها تسيب العلام أو العلم وطلب العلم الشرعي بالزواج، هذا لا يجوز. وأيضا إجباره على عدم تزويجها وإكمال علمها، هذا لا يجوز. إذا رأت البنت الكمال في نفسها أنها تطيق أن تتزوج، فلا حد لسن الزواج في الشريعة الإسلامية، وهذا ما عليه اتفاق المذاهب الأربعة، ومن راجع يجد الأدلة كثرة. يا عم الشيخ، طب لو أجبروا البنت أنها تتزوج مثلا من شخص ما؟ النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع حدا لذلك في أحاديثه صلى الله عليه وسلم، وهذه الحدود موضوعة، حيث قال في حديثه الصحيح: الثيب أحق بنفسها من وليها، أي في الإذن، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها. وفي حديث آخر لأبي هريرة: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر. فقيل: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: إذا سكتت. فهذا حق لها شرعه الله تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، عليها أفضل الصلاة والسلام. شكرا، شكرا لك يا مولانا. مشاهدينا الأعزاء، وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة، ونشوفكم في حلقة تانية، وإلى اللقاء في حلقة أخرى جديدة.